وعملتوا بقى اتفاق. ايه الاتفاق؟ قولي يا نريمان. ان انا ابطل الغنى عشان نتجوز. اتفاق بالتراضي ولا بتقطيع الشعر؟ لا كنت هقول لك. هو انا في الاول كنت معترضه على الموضوع وشايفه انه طب ما يعني نتجوز وافضل برضو بغني بس بعد شويه يعني بعد فتره لان احنا قعدنا فتره طويله قوي بنتناقش في الموضوع ده اغني لا ما اغنيش يعني قعدنا فتره طويله لما رامي جه قال لي ان انا محمد اخويا نازل اجازه وانا كلمت بابا وماما وحابب ان احنا نتجوز في يعني في الاجازه دي لقيت نفسي مبسوطه جدا وحاسه ان انا مش متضايقه ان انا يعني هعمل كده مش ما حسيتش ان انا الموضوع يعني مأزمني او انا متضايقه ان انا هعمل ده وبصراحه انا دلوقتي يعني مش ندمانه ان انا عملت كده خالص مرتاحه مع القرار ده لا يعني بس الاتفاق اللي فهمته انه كان في استثناءات يعني قلته انه ممكن ما غنيش ككارير انما من حين لاخر في المناسبات ممكن يعمل لك اغنيه تغني مع دويتو. انا كان الهدف بالنسبه لي مش حرمانها من الورث اللي هو ربنا مديهولها لان الموهبه دي ورث هي ما حدش يعني صعب قوي انك تقولي لحد هو صوته حلو وبيحب الغنى تقولي له ما تغنيش هو ده مش ده ظلم انا ما اقدرش اطلبه وبخليها تغني بس الغنى مش شغلتها. انت بالنسبه لك يا نريمان في نهايه الحياه اختيارات وما حدش يقدر يختار لغيره او يقول لي فلان ايه الصح وايه الغلط انت مرتاحه في الاختيار ده تحديدا انه وقت بيبقى فيه اغنيه عجباكي بتغنيها يعني بيلحنها لك بتغنوها وانتوا لسه منزلين دويتو قريب مظبوط لا مرتاحه جدا وما ندمتش ابدا ومش حاسه ان انا بعدت عن المجال ده يعني دايما رامي بيشاركني في اختياراته دايما بسمع الحاجات قبل ما تخلص وهو لسه بيسمعها قبل ما يختارها ايه رايك لو حاجه عجبتني برضو ما بيقوليش لا ممكن ادبسها يا سلام اصل انا بحب اغنيه ليالينا بتاعه الفنانه العظيمه ورده بصوت تربان ورده وبليغ انا دبسها يا رامي دبسها شكرا جدا.